متابعينا متابعي موقع وجريدة أهل مصر، معكم بث مباشر جديد حول حالة دخلت لإجراء عملية تفتيت حصوات كلى، أصيبت بصديد على الكليتين وغيبوبة. ومعانا زوج الحالة واللي بيقول إنها تعرضت للإهمال الطبي بمستشفى الميري، مستشفى جامعة الإسكندرية، وهيروي لينا التفاصيل الآن. رمضان السيد رمضان البدوي. أنا زوج حسنى مصطفى غباش، زوج الحاج حسنى مصطفى غباش. أنا مراتي حصل عندها عملية على ما حصوا على الكلى. دخلت المستشفى الميري اليوم الواحد يوم 22/8 علشان يعملوا لها عملية الحصو. حطوني على قائمة الانتظار لحد يوم 22/8/22، حطوني على قائمة الانتظار لحد يوم 4/12. دخلت المستشفى 4/12/22 لحد 16/12/22 طلعت. قالوا لي في يوم عاوزين هنعمل عملية بكرة، عاوزين 36 صفيحة وحدات. رحت جبتهم لهم الشرق الأوسط ب 7200. بعد ما طلعت من العملية قال لي ده احنا ما عملناش العملية. ومالهم؟ قلت لهم عملتوا ايه؟ قالوا ركبنا دعامات وبعد 3 شهور هتاخد علاج وبعد 3 شهور هنعمل عملية. برضو قلت ماشي، 36 صفيحة عشان تركب دعامتين، قلت ماشي. ركبت الدعامتين ومشيت وخدتها وخرجنا من المستشفى. جه يوم 27/5 جيت يوم 30/4 عشان ايه المواعيد اللي هم بعد 3 شهور. جيت لهم قالوا طب استنى الاسبوع الجاي. يوم 24 يوم 30/4 جيت علشان يحجزوني. قالوا لا هنشيل البي سي ان النهارده، وهم بيشيلوا البي سي ان الممرضه اللي شالتها الدكتور ما رضاش يشيلها، وقال للدكتوره اللي تحت منه شيلها له. الدكتوره قالت للممرضه، الممرضه شالت البي سي ان قطعت حته فيه. جيت يوم 27 كان في جزء موجود، موجود. يوم 27/5 حصل لها نزيف، جبتها وجيت الطوارئ. جيت الطوارئ قعدوا يعملوا اشاعات، فبتاع الاشاعه بتاع الطوارئ قال لي فيه جزء غريب في جسم الست بتاعتك انا ما بشوفوش الا في الاطفال. لما نزل دكتور المسالك وتحججوا من الجزء ده ايه، لقوا البي سي ان متساب منه حته داخليه مقطوعه منهم وسابوها. حصل نزيف، ابتدأت العملية تتدهور. جيت يوم كانت نسبة الصفائح عندي 72، وقالوا لي عاوزين تقرير من دكتور أشرف الغندور اللي هو متابع بقية أمراض الدم. جبت لهم التقرير من دكتور أشرف الغندور، قال لهم اعملوا وزودوا بالصفائح، والتقرير موجود والتحاليل موجودة. كلام سليم. الأسبوع الجاي جه النزيف. دخلت المستشفى، ابتدأت الإيه؟ الكوارث تحصل. اهمال زي ما انت عاوزه تقولي قولي. جهل دخلت المستشفى من يوم 27/5 لحد يوم 26/6 طلعوها قبل العيد الكبير. طلعوها كانت دخلت بقى في ايه، في بقى تحليل بذل نخاع، اتضح ان هي عندها فشل في النخاع الشوكي. فدكاتره الدم بصراحه جزاهم ربنا خير عملوا معايا كل الواجب لحد ما عملوا لي قرار على نفقة الدولة، وصرفت فيه برشام على نفقة الدولة للروفيلين، لأن العلبة دي 14 برسامة ب 4300. تمام. وصرفت شهر فعلا، ولسه الشهر الثاني يوم 12 هنصرفه. بعد كده ابتدوا عاوزين صفائح، عاوزين دم، عاوزين صفائح. 25 كيس دم من الفترة دي لحد النهارده متاخدة ايه، الحاجة واخدها 320 صفيح من الشرق الاوسط ومن البنك، والفواتير موجوده كله. 160,000 جنيه النهارده من يوميها لحد النهارده انا غرمانهم على الست بتاعتي. انا راجل محدود الدخل، انا معاشي 2200. لو انا كان معايا من الاول انا بعت اساسيات في بيتي، كلام سليم، عشان خطر نطلع من الورطه دي، ومش عارف نطلع من الورطه. اخيرا قالوا عاوزين نركبهم بي سي ان تاني. راحوا ركبوا البي سي ان، البي سي ان قالوا لي 48 صفيحه، قلت لهم ماشي. جبت ال 48 صفيحه وركبوا البي سي ان. بعدها باسبوع قالوا عاوزين نركبوا بي سي ان على الجنب اليمين. رحت جبت 36 صفيحه. اخيرا
يتراودوا من الدكاتره مع بعضهم، الدكتور الاشعه التطبيقيه والدكتور المسالك، ده يقول لا نعمل وده بيقول ما نعملش، ده يقول نعمل وما عملش. انا الخساره دي ذنبي فيها ايه؟ وحالتها يعني كانت في الاول عامله ازاي؟ لا حالتها جايه على رجليها، جايه على رجليها، جايه على رجليها. امبارح الساعه 6 حصل لها اغماء كامل، ما فيش هي دوبك ما فتحها عينيها. يا جماعه دي محتاجه عنايه. راحوا جابوا لي بتاع بالونه كده مش عارف اسمه تنفس ايه كده، قعدت انا وعيالي ننفخ ليه لحد الساعه 4 امبارح كلام سليم، يبقى قعدت 22 ساعه على النفيخه اللي هم كانوا مدينيها لنا. واخيرا قالوا لي الحاجه هتنزل تعمل اشعه مقطعيه على الصدر وعلى المخ. نزلت عملنا الاشعه، طلعنا من الاشعه انا واخدها وطالع على العنبر اللي احنا فيه، قالوا لي لا ده انت داخل عنايه. طب ما انا بقالي 20 ساعه بقول لكم يا جماعه الحاله خطر، والحاله في النهايه الله اعلم ماتت ولا ما ماتتش ما اعرفش. فادي انا بنستغيث من الاهمال في المستشفى الميري. انا فيهم اطباء محترمين محترمين محترمين، لكن قسم المسالك انا مش عاوز نذكر اسماء عشان برضه ما نتورطوش في اي حاجه. ربنا ربنا يجازيهم باللي هم عملوا فيه. هي عملت العمليه وحصل لها بقى تفتيت في ما عملوش ولا ايه اللي حصل؟ ما عملوش، ما زال لحد دلوقتي العمليه ما اتعملتش. كل التورط ده لحد دلوقتي العمليه ما اتعملتش. الاهمال في النزيف اللي حصل، هم اللي سببوا النزيف. النزيف بسبب الدعامات اللي دخلت وانسدت الدعامات وسلك الدعامات واعمل بي سي ان وطلع من البي سي ان. طب ما هي انا كان في يوم من الايام الصفايح 72 وقالوا لي عاوزين دكتور، قال لي هنعمل لك العمليه بس عاوز دكتور تقرير من الدكتور اشرف الغندور. الدكتور اشرف الغندور مشكورا ادى لهم التقرير وقال لهم اعملهم على نسبه 72 73 وزودوا بصفايح خارجيه. طب الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي وصل النزيف الدنيا خرب. كان تعليقهم ايه بقى ان هم مش عايزين يعملوا العمليه؟ يقول لك الصفايح مش انا عاوز الصفايح 150 كله. طبعا من ربع المستحيل، واحد عندها فشل نخاع من ربع المستحيل ان الصفايح تبقى 150 من رابع المستحيل شيء طبيا وعلميا. لما سالت دكاتره الدم قالوا مش هنوصلوا للنتيجه دي، ولكن احنا هندعم بصفايح. قلت لهم ماشي دعموا بصفايح وانا مستعد لاي مبلغ. وفعلا اخر حاجه اني 10,000 جنيه صفايح من مستشفى الشرق الاوسط والفواتير معايا اهي كلام سليم يعتبروا اترموا على الارض. اخيرا بيقنعوني ان هي عندها فشل نخاع ومحتاجه ايه؟ كانت الصفايح دي هتفتح، هتفتح بايه؟ الصفايح دي بتاخدها النهارده. والكلام ده لو تسالوا فيه دكتور ده دم هيدلكم الادله اكتر مني، لان انا برضو للموضوع جاهز. كلام سليم بتاخد النهارده تاني يوم بتصعد. لو كنت من ركب الست صفايح النهارده تبقى النسبه 20 نبص نلاقيها 12. يعني الصفايح دي بتمشي بها يوم 24 ساعه. كانوا في الاول عايزين يعملوا عمليه وبعد كده ما عملوهاش ولا ما هم عملوهاش؟ ما هي ما هم دليل ان هم قالوا لي عمليه، دليل ان هم قالوا لي عمليه. ما هم مديني الورق ليه ومدخليني ليه؟ هم اصلا انا طالب عمليه. تردد يعني كان في تردد وفي اهمال، في تردد وفي اهمال من دكاتره المسالك. ادي كل الموضوع. وانا يعني انا لحد دلوقتي اهوت في المده دي صارف 162,000 جنيه. انا بعت اساسيات في بيتي عشان خاطر نطلع من المهدر ده، واعتقد مش هنطلع منه. ان هي بس ان انا فاجئت مراتي. الحاله دلوقتي بقى الحاله سيئه اسيا منها ما فيش. الحاله في العنايه وما وعندها اغماء كامل. الحاله في العنايه من امبارح الساعه 4 المغرب كلام سليم وعندها اغماء كامل، ما فيش اي حاجه خالص، هي عين مفتوحه بس والنفس الاصطناعي اللي هم مركبينه. وتعالى حضرتك دلوقتي خش العنايه وشوفيه الحالة. الله أعلم تكون ماتت دلوقتي، الله أعلم تكون إيه اللي حصل، الله أعلم. حضرتك قلت لنا دخلت عنبر وهي كانت دخلت عنبر بعد ما طلعت من العناية، قعدت أسبوع في العنبر، كانت طالعة من العناية أول مرة ممتازة جدا وحلوة وتمام التمام. كلام سليم؟ فكانت المفروض تخش عنبر ملم، وكان في عنبر فاضي عندهم ملم صغير فيه سريرين اتنين. وجات دكتورة منهم كبيرة كلام سليم قالت لهم دي ما تخشش دي ما تقعدش هنا. نجلوها بعد الدنيا ما اتورطت وخدت مكروب من العنبر، لانها خدت مكروب قبل كده برضه، لان المناعه بتاعتها ضعيفه. كويس؟ وبعدين دي حصل موضوع الاغماء.
حصل موضوع الاغماء، جالها كرحة فراش مرتبة، قعدت دايخ عليها 4 ايام. لما جه واحد مسؤول من العلاقات العامة بقول له، قال لهم هاتوا لها مرتبة في لحظة، في لحظة، في لمح البصر جات المرتبة واتفرشت. قلت لهم يا جماعة زعلوا مني، اللي أنا قلت اللي بتاع العلاقات العامة بتاع المستشفى، زعلوا مني الممرضين والدكاترة. قلت لهم أنا بقالي 4 ايام بقول لكم، من يوم الدكتورة الكبيرة ما جات وقالت انا بقول لكم، قلت له بكره كاتب مش كاتب انا اعمل ايه؟ انا اخر حاجه كنت هجيب مرتبه من البيت. انا موضوع قرحه الفراش لما زادت كتبوا لي على دهان من بره ب 250 الف جنيه، علبه الدهان اهي موجوده ب 250 جنيه وجبتها عشان برضو قرحه الفراش ما نتأذاش منها اكتر ما هي فيه. فانا متضرر ومتظلم وبقول حزبي. بعت شكوى للوزاره، وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي ومجلس الوزراء امبارح كان بيتصل بيا وقال لي هي دخلت العنايه، قلت له لسه داخله هي من نص ساعه، قال لي طب انا هتابع الموضوع. كلام سليم، وزاره الصحه عندها خبر من الموضوع وتواصلوا معايا، كانوا ساعات بيجهزوا لي صفايح من باك من كوم الدك. بتطالبوا بايه دلوقتي؟ بنطالب بتعويض من المستشفى الميري على اللي حصل في 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 زوجتي. لا مادي، ده انا عاوز احاكم كل اللي متواطئ في الموضوع. يعني انا بطالب، لا مادي، انا مش عاوز المادي، انا صرفت على 162000 جنيه وانا مش لاقي جنيه. انا اصلا مش لاقي جنيه وانا ما بحبش الفلوس. انا ما بحبش الفلوس، انا لو بحب الفلوس كنت زمان عملت فلوس ياما من الحرام، بس انا مش طريقي للحرام. انا مش طريقي للحرام. بس انا عاوز الناس دي تتحاسب. انا طلبي ان الناس دي هي تتحاسب. لاني انا مراتي راحت فيه، انا عارف ان مراتي راحت، ما كانش النهارده هتكون بكره. يا استاذه، يا استاذ والله لو هتطلعي دلوقتي تشوفي الموقع غير طبيعي، والله غير طبيعي. والله امبارح انا ما قدرت نبص لها يا جماعه، والله ما قدرت نبص لها. واحده انا عايش معاها 42 سنه، انا ما قدرتش نبص لها، انا ما قدرت شفتها كده. يعني الدكتور بيقول لي ده كويسه، انا ما قدرتش نبص لها، انا عينيا ما قدرتش تيجي في عينيا من الموقف اللي هي فيه. انا عيالي اللي اتنين خدوا عدوى، وادي واحده من دوم والتانيه مرميه في البيت. انا امبارح جاي من المستشفى. كم سنه؟ 62 سنه. وعندكم كم ولد؟ عندنا ايه، عندي 4 اولاد، 2 صبيان و2 بنات. ومصاريف بقى طبعا كل مصاريف حضرتك. انا بقول لك انا ما التعليم، لا هم كل لك مخلصين تعليم. انا معايا واحد مدرس ثانوي ودي بكالوريوس تجاره، والثانيه دبلوم تجاره، والثالثه اسماء دي بكالوريوس تجاره، والثالثه ودبلوم صناعه ودبلوم تجاره برضو. برضو حضرتك عرفينا بنفسك وقول لنا انت كنت المرافق. ايوه مرافق. قول لنا بقى يعني كان الوضع عامل ازاي جوه المستشفى، عرفينا بنفسك. اسماء رمضان السيد الوداوي بنتها. بص، هو الوضع في المستشفى مش هظلم كل الناس، في عنبر كويس وفي عنبر مش كويس، في اقسام كويسه في المستشفى واقسام مش كويسه خالص. حتى التمريض نفسه والدكاتره نفسهم فيهم الكويس وفيهم الوحش. بس انا اللي بقوله عن ماما واللي حصل معاها في اهمال كتير كتير جدا. واخر حاجه اللي مش هحكي ايه، خلاص كل حاجه راحت. يعني احنا انا واخده عدوى من المستشفى، انا طالعه من المستشفى يوم الجمعه بعدوى، واخده مكروب من المستشفى. ما بالك بمريض طالع من عنايه مركزه، طلع هيبقى خد ايه؟ اكيد خد اكتر مني، فاكيد راح. الحمد لله، حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان ظلم امي. ان شاء الله ربنا يعوضك. حضرتك قلت لي معاك ورق، يعني معايا ورق واثباتات. ايوه معايا تحاليل، ومعايا ورق دخول المستشفى، ومعايا ورق طلوع المستشفى، ومعايا بيان تفسير عن كل حاجه، والتقارير اللي انتوا عاوزين تطلبوه انا مستعد اصوره. اقول لك على اخر حاجه اهمال، اتفضلي. اقول لك على اخر حاجه اهمال قبل ما اطلع من المستشفى. انا ماما المفروض كان يتنفذ لها علاج، قالوا لي انزلي اعملي لها الاشعه. نزلنا نعمل الاشعه، فطلعت بقول لهم فين علاج ماما. الكلام ده من الصبح، المفروض العلاج ده كانت تاخده الساعه 11 الصبح، ما اخدتهوش غير بالليل، ويا ريتها اخدته. دي الحاله اللي في وشها هي اللي اتعلق لها العلاج بتاع ماما. الممرض جايب لي علاج حاله تانية جنبي فبيعلقه لها، قلت له ده مش علاج ماما. قال لي ايه اللي عرفه؟ قلت له اقرا المكتوب على الجهاز ايه. قال لي معلش.
فببص في السراير التانية، قلت له على فكرة الحالة دي معلقة علاج ماما، ويقول لي فالحالة التانية خافت لأنها خدت العلاج بتاع ماما، فبتقول له انت اديتني علاج غلط، قال لها ما تخافيش ده مسكن ما فيهوش حاجة، بس ده مش مسكن على فكرة، ده كان جرعة المضاد الحيوي بتاعتها اللي الدكتورة كانت كاتبها لها. نتيجة العملية اللي هي الممرضة اللي عملتها ده كان ممرض مش اللي حصل بقى للحالة نفسها يعني الحالة احنا روحنا بيها البيت، احنا شلنا البس ان وقلنا خلاص زي تمام كده كويس. فروحنا البيت ماما قعدت حوالي 3 أسابيع كانت كويسة الصراحة، فجأة قعدت تشتكي وتقول في تعب في تعب، طب اعملي حمام يا، تقول مش قادر مش قادر، فجنابي وجعاني جنابي وجعاني، فجأة المكان الخرم بتاع البي سي ان الفجر بالظبط لقيناه انفتح وغرق الدنيا مية، فجينا نجري بيها على الطوارئ، عملوا الإشاعات وحصل بقى ان هم قالوا في حاجة جوه غلط، فقعد الدكتور يسأل مين شال البي سي ان دي، مين شالها، انا مش فاهمة وبيسألني ليه، قلت له انا ما كنتش معاه وهي بتشيل البي سي ان، بس بابا كان معاه، جه بابا قال له ده الدكتور كذا والدكتورة كذا هي اللي قالت للممرضة شيليها، قال في حاجة اسمها كده، قلت له معرفش عندكم ده عيب من عندكم. طبعا ده ايوه حصل نزيف. حصل حاجات بقى جوه، هي تعبت جامد اصلا من بعدها. البي سي ان الثانيه ربع لان وصل صديد على الكلى، البي سي ان الثانيه دي ركبت لان وصل صديد على الكلى، وكانوا عاوزين يركبوا بي سي ان على اليمين برضو لان في صديد على الكلى، وغسلوا لها كلى مرتين يعني، اتورطنا برضو ودخلنا غسيل كلى مرتين اتنين، والكلى اليمين برضو متأثرت، هما الاثنين متأثرين دلوقتي، وهما دلوقتي مش عارفين هما انحطوا في المهزج ومش عارفين هما عارفين هما ايه الموضوع، هو كده ورطوا العمليه فهم مش عارفين يتعاملوا معاها ازاي، ده نهايه الموضوع ان هما متورطين في الموضوع ومش عارفين يتعاملوا ازاي، بس ادي كل الموضوع. وزي ما شايفين متابعينا احنا في منطقة جامعة الاسكندرية، منطقة مستشفى الجامعة، ومعانا زوج الحالة وبنتها، وزي ما شايفين هما بيطالبوا بمعاقبة المهملين، ان هما بيقولوا ان الحالة تعرضت للإهمال الطبي بعد ما أجرت يعني حصل لها نزيف وصديد بعد ما اتعمل ليها عملية وشالوا او حطوا البي سي ان الدعامات، وزي ما قالوا كده ان الممرضة نست جزء جوه الكلى وده اللي دهور الحالة، وبيطالبوا بمعاقبة الاهمال، و هنتابع مع حضراتكم آخر التفاصيل في بث مباشر آخر. كنت معكم حنان عاطف.